على مدار تاريخ كرة القدم شهدنا العديد من الأزمات التي ضربت الأندية، من أزمات على مستوى الأداء والفرق أو على المستوى المالي أو عقوبات عصفت بأندية من الكبار. ويبدو أن الأزمة المالية التي يعاني منها نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الحالية لن تكون أكبر أزمات الفريق الكتالوني، إذ أنه بات مهدداً بفقدان عدد كبير من بطولاته بسبب اتهامات بالرشوة. فما القصة؟ يعد نادي برشلونة الإسباني واحداً من أكبر الأندية في القارة الأوروبية والعالم على الإطلاق، خاصة وأنه ضم على مدار تاريخه أساطير كروية كبيرة وحصد عدداً ضخماً من البطولات الكبرى. 84 بطولة هي محصلة ما حصده نادي برشلونة على مدار تاريخه، مع استبعاد البطولات التي أثارت الجدل بشأن اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بها من عدمه، لكنه بات مهدداً بخسارة عدد آخر من هذه البطولات. الفترة من 2016 حتى 2018 توج برشلونة بلقبين للدوري الإسباني ولقبين لكأس الملك وثلاثة ألقاب للسوبر الإسباني، بخلاف بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن هذه الألقاب قد تسحب من البلوغرانا. برشلونة في ورطة بعد الإعلان عن تحقيقات من جانب الجهات القضائية على خلفية اتهامه بدفع بعض الرشاوى التحكيمية خلال هذه السنوات الثلاث. صحيفة ماركا الإسبانية أكدت أن المدعي العام في برشلونة فتح تحقيقاً بشأن قيام الفريق الكتالوني بدفع أموال لخوسيه نيجريرا نائب رئيس لجنة التحكيم السابق. التحقيقات أثبتت أن نيجريرا حصل على أكثر من 1.5 مليون يورو في عام 2016 و2017 قبل أن يحصل على أكثر من 300,000 يورو في 2018 من برشلونة عبر شركة خاصة يملكها. الشركة استقبلت أموالاً مباشرة من جانب نادي برشلونة دون سبب واضح، لكنه نفى أن تكون هذه الأموال على سبيل الرشوة لمنح النادي أفضلية تحكيمية. وبرر نائب رئيس لجنة الحكام السابق الأمر بأنها جاءت نظير شرح بعض البروتوكولات الخاصة بالتصرف أثناء الاجتماعات مع الحكام للاعبي البارسا، بخلاف توصيات بشأن السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الحكم. لكن كل ما قاله نيجريرا لم يقنع الجهات القضائية التي تحقق في الواقعة، خاصة مع عدم امتلاك شركته أي وثيقة تثبت تلقي لاعبي برشلونة أي خدمات مدفوعة الأجر من قبل الشركة. الاتحاد الإسباني لكرة القدم أصدر بياناً رسمياً عبر فيه عن أسفه بشأن هذه الأنباء واحتمالية أن يكون أحد أفراد المنظومة ارتكب فعلاً مشيناً كهذا، كما أكدوا أنهم سيقدمون العون الكامل للجهات القضائية التي تحقق في هذه الواقعة. نيجريرا كان حكماً شهيراً، وهو أكثر الحكام التي تلقى ريال مدريد الهزيمة مع صافرتهم، إذ خسر الملكي 9 مباريات من 32 قادها الحكم السابق، ما جعل بعض التقارير تشير إلى أن هذه الأنباء صحيحة، كما أنه تولى منصب نائب رئيس لجنة الحكام في إسبانيا بين عامي 1994 و2018، كما تفيد التحقيقات بتلقي 1.4 مليون يورو من البارسا في أعوامه الثلاث الأخيرة في منصبه